لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، أي واذكر نعمتي عليك إذ يسرت لك أتباعا وأعوانا. فأوحيت إلى الحواريين أي ألهمتهم وأوزعت قلوبهم الإيمان بي وبرسولي، أو أوحيت إليهم على لسانك فأمرتهم بالوحي الذي جاءك من عند الله، فأجابوا لذلك وانقادوا وقالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ونحن نعلم أنه لن تؤمن نفس إلا بإذن الله، فالله عز وجل من يرد أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ثم يكون الوحي الذي للرسل إنما هو إرشاد وهداية بعد أن أذن الله عز وجل بهداية العبد. البيان والإرشاد هي مهمة الأنبياء والرسل، وهداية السداد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى عنهم أنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، قال: فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف الإيمان. يقول: والحواريون هم الأنصار، يعني معنى الحواري أي النصير، كما قال تعالى عن عيسى بن مريم أنه قال للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقوله: إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام، وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله تعالى، وإنما ذلك من باب العرض. وكان هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك، وعظهم عيسى عليه السلام فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى، وأن ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها، كما كان حال أو كما هو حال الكفار دوما، ككفار قريش الذين قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو غير ذلك. هذه تسمى آيات اقتراح، وفي الغالب هم لا يقولون ذلك بغرض الإيمان وإنما لتعجيز الرسول. فآيات الاقتراح كما ذكرنا هنا يقول:
طلب الحواريين ليس من باب آيات الاقتراح، وإنما من باب العرض والأدب. ولذلك أكد عليهم عيسى عليه السلام لما قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فأخبر الحواريون أنه ليس مقصودهم هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة، ولأجل الحاجة إلى ذلك قالوا: نريد أن نأكل منها، وهذا دليل على أنهم محتاجون لها. وتطمئن قلوبنا، أي بالإيمان، حين نرى الآيات العيانية، حتى يكون الإيمان عين اليقين، كما كان قبل ذلك علم اليقين. علم اليقين أن يخبر الإنسان بشيء ما فيؤمن به ويصدق. عين اليقين أن يرى ذلك الشيء بنفسه، كما سأل الخليل عليه السلام ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، فهو قبل ذلك كان مؤمنا، هذا علم اليقين. فلما رأى إحياء الموتى بعينيه صار إلى عين اليقين، وهذا ما طلبه الحواريون أيضا. فالعبد محتاج إلى زيادة العلم واليقين والإيمان في كل وقت، ولهذا قالوا: ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، يعني نعلم صدق ما جئت به أنه حق وصدق، ونكون عليها من الشاهدين، فتكون مصلحة لمن بعدنا نشهدها لك، فتقوم الحجة ويحصل زيادة البرهان بذلك. وفي الغد إن شاء الله نكمل ما كان من أمر المائدة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.